عندنا الايس كوفي تشوكلت. خليني اقول لكم بسرعه ايه المقادير اللي هنشتغل بيها. احنا عندنا لبن، عندي صوص شوكولاته او سيرب شوكولاته، عندي قهوه تقيله بارده، عندي لبن مكثف محلى، ده بيبقى حاجه زي ما بين اللبن وما بين الكريمه وكمان فيها سكر، فلما بنستعملها مش بنحتاج نستعمل سكر، وكمان بتدي القوام الكريمي لاي مشروب بنستعمله فيه. فلبن مكثف محلى، وعندي بش شوكولاته خام، وعندي شويه ملح بحر عشان اي حاجه بنعملها مسكره قوي كده فيها لبن مكثف محلى وفيها شوكولاته وفيها سيرب شوكولاته، دايما رشه الملح فكره حلوه عشان تظبط لك كل الاطعمه دي. طيب خليني بسرعه كده اقول لكم احنا هنعمل ايه. دي مش سمودي، فاحنا مش هنجرش التلج، احنا التلج هنحط مكعبات وهنسيرف عليه عادي خالص. فخلينا بس نخلط الاول الحاجات الاساسيه. فاحنا هنحط القهوه بتاعتنا، انا هنحط القهوه، بعد كده الايس كوفي او حاجات القهوه اللي هنشتغلها اللي هي الوصفات اللي مش قهوه عاديه، بنقعد نزود فيها حاجات لان مش كل الناس ليها قوي في القهوه، فبنحاول ندخل حاجات تبقى طعمها يمكن سويت شويه، يبقى مختلفه وتبقى زي الحاجات اللي احنا بنطلبها لما بنقعد في اي مطعم او كافيه. احنا حطينا هنا القهوه الثقيله، هنحط عليها اللبن، بالمعلقه كده هنحط من اللبن المكثف المحلى او السويت كوندنس ميلك، هنحط منه تقريبا اهو معلقتين، وهنديها ضربه خفيفه قوي، وزي ما قلت لكم كمان هنحط لها رشه ملح عشان تظبط الطعم، ضربه خفيفه قوي. عندي هنا مكعبات التلج، وزي ما قلت عشان ده مش سموذي فهنحط فيه مكعبات التلج زي ما هي. هنحط صوص الشوكولاتة بس عشان يعمل لنا منظر، فهننزل كده بدايرة عليه، وهننزل بالكوفي. بعد كده هننزل بشوية ويبت كريم أو كريمة خفق، وأخيرا شوية بشر شوكولاتة.